خالد بيفكر في التراجع عن عدم اللعبة الدولية؟ أنا من حسام لا أخذه ولا أخذ النني ولا أخذ حجازي. طب أهو عربيض أهو واخد بالك، وحسام ما يديش وعود دلوقتي عشان ما يتزنقش، عشان إحنا مش هنرحمه، لأن إحنا عايزين ننزل بالأعمار عشان ما حدش لما تنزل بالأعمار يبقى عندك عذر إنه دورة لعيبة مش دولية ولسه أنت بتعمل فريق وبتعمل تيم واخد بالك. انما هتجيب لي عواجيز الفرح تاني؟ استحمل استحمل مننا. ما خدش القرار طارق يعني بالتفكير حبيبي، يبقى كده راجل محترم. انا لو منه خلاص انا بطلت دولي خلاص، ما بهدلش نفسي، لان انا مش هروح وقعد احتياطي ويحصل اللي حصل زي اللي مع فيتوريا. وفكره ان انا اجيب عنصر خبره كده كابتن يبقى موجود معايا، يعني الخبره ده اللي هو لعيب كوره هتجيب شيكابالا، لكن مش عايز حد اللي اجيب عبد الله السعيد. لا اصل دول الجرايين، في فرق بين الجراي اللي هو فقد ثلاث ارباع كورته ومجهوده، انما الراجل اللي هو لعيب كوره عمره ما بيصدي. يعني انا قلت لك اهو، لو عايز خبره خد شيكابالا، خد عبد الله السعيد، دول الكوره عندهم وعمرهم حتى لو بقى عنده 45 سنه هيعرف. ده عصام الحضري قاعد يلعب 46 سنه. ده مركز ثاني خالص. ما يعني انا بقول لك ايه، طالما ان انت لعيب الكوره عمره ما بيصد يا فاروق. صحيح. طيب هرجع للزمالك وماتش النهارده، حسيت ما حسيتش بمين النهارده في المباراه من وجهه نظرك على مدار وجوده في الملعب؟ دونجا. مين تاني؟ اوباما النهارده رايك فيه؟ وأوباما لا ما دونجا أوباما والمسلوس وحسام عبد المجيد، وطبعا بنعذر مصطفى شلبي عشان لسه راجع من إصابة. النهارده زيزو مختلف عن الماتش اللي فات. لا زيزو النهارده، انت خلي بالك انا قلت معاك المرة اللي فاتت ايه في ماتش الإسماعيلي، زيزو بيروح المنتخب بيرجع بعديها محطم 3-4 ماتشات قبل ما يرجع يستعيد مستواه. النهارده بالنسبة للاعب ايه؟ صح بالنسبة للاعب؟ لا في لعيبة بتتقاس، خلي بالك اللعيبة اللي عندها حلول ومهارية لما انت بتخطفهم وبتطلعهم في توقيت معين وتيجي ساعات ما بتلعبهمش وبتلعب عليهم ناس تانية اقل بيقع نفسية من جوه. ما تقوليش لا احنا بشر، خلي بالك. يعني انت فاروق مثلا بتبقى عارف نازل الملعب ولا نازل الماتش، وانت عارف الدقيقة 60 هتغير هتأدي ازاي. مش الراجل كان موسيماني بيعمل كده ولا كولر كان اللي بيعمل كده مع احمد عبد القادر، تيجي الدقيقة 60 وجاي مغيره حتى لو هو اللي مكسب الفرقة واحسن لعيب في الفرقة، مش جه فترة كده؟ فده لما بتبدأ تعمل مع اللعيب كده هو بيبقى نازل متوتر ان في الدقيقة 60 لو هو احسن لعيب في الملعب هيغير. فبياخد وقت عقبال بقى ما يستعيد تاني، وجماهير الزمالك تبدا تشجعه وتبدا تديله الثقه والمدربين والكلام ده، فبيبدا لحالته تاني ويرجع. فالنهارده كان بيحاول النهارده يبقى كويس زيزو لغايه ما اتصاب، واخد بالك. ف مش احسن حاجه برضه، يعني هو زيزو النهارده مش احسن حاجه. وماتش يعتبر انا شايف ان ماتش النهارده كان فرصه تعجبك ناصر النهارده كابتن، وناصر ومصطفى شلبي ولا ايه؟ ناصر وسيد نيمار وعمر جابر وعلى فترات على فترات روح اربعه كده ولا خمسه؟ معرفش بقى شو يحسب انت. هل مستوى ابو سليم النهارده ساعد نادي الزمالك حتى لو احنا بنتكلم ان ابو سليم بنتكلم عليهم؟ ابو سليم كان في الماتش اللي هنا اقوى من الماتش بتاع النهارده والله. اولا كان مضايق مساحات، ثانيا جاي بنسبه 90% ان هو واقف في ال 18، واي فرقه تقف في ال 18 للاهلي والزمالك بتتعبه. انما النهارده كنت تحس ان الملعب مفتوح وهم عايزين يكسبوا، فالنهارده تحس ان هم فرقه عاديه جدا وقليله جدا. طيب اسمح لي كابتن نطلع الفصل وهرجع اكمل كلامي، لان انا عايز برضو حضرتك ما كنتش موجود او ما كناش موجودين ماتش الاهلي، وعايز اكلمك على بيراميدز الحقيقه برضو واخد رايك يعني برضو في خروجه من الحقيقه من دوري الابطال، والمفاجات الحقيقه بتحصل في دوري الابطال بخروج مثلا النجم الساحلي
احتمالية كبيرة جدا الوداد يخرج، حاجة غريبة برضو. الوداد اللي كان بيلعب السنة اللي فاتت على النهائي، ايه يا كابتن؟ اللي كان بيلعب السنة اللي فاتت النهائي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه خواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. ضيفنا النهارده الكابتن رضا عبد العالي، وبيوصل رسائل شديده اللهجه للكابتن حسام حسن. انزل باعمار منتخب مصر الى ال 24 وال 25، وانت كده بتحافظ على منتخب بيفضل معاك في استمراريه، بلاش شغل العواجيز. وهو ذكر اسامي، واحنا طبعا مش عايزين نذكر الاسامي اللي قالها الكابتن رضا عبد العالي، لكن هو نزول منتخب مصر بالاعمار هو سلاح ذو حدين. انت بتنشا منتخب جديد، فمعنى كده ان انت هتعاني من عدم الخبرات او اللعيبه الدوليه، فده سلاح ذو حدين. وتعليق الكابتن رضا عبد العال على نادي الزمالك، هو اشاد بناصر منسي وتالق. الراجل جاي من على الدكه وجاي بقاله كتير، نزل احرز هدفين بصرف النظر عن اي حاجه. هو شغلته ان هو مهاجم يجيب الاهداف، دي حاجه رائعه جدا من ناصر منسي. وكمان سيد نمار وعمر جابر كانوا قدموا مباراه على اعلى مستوى، واشرف رؤى زي ما ذكر الكابتن رضا عبد العال احيانا في اجزاء كبيره من المباراه، ولسه احمد حمدي ولسه لعيبه كتيره ما دخلتش جوه اجواء نادي الزمالك، لكن هو فوز مهم. وفعلا ابو سليم الليبي ساعد نادي الزمالك لانه خصم مش على قد مستوى نادي الزمالك. واسمع رايك في كومنتات، تحياتي احمد الخواجه.